كانت عندنا تتمة ديال البرنامج ديال عاشوراء لهاد السنة، واللي شق منه تيخدم بزاف على إعادة الذاكرة وإعادة الاحترام والاهتمام للناس ديال الدقة، وخصوصا فن الدقة المراكشية اللي للأسف ولا فيه واحد الخلط كبير، لأنهم اللي كنديروا في انترنت نقلبوا على الدقة المراكشية تنطيحوا في الفريقات ديال التقيتيقات اللي حتى هما ما كانش سميتهم التقيتيقات، سميتهم الموازن والبساط. الدقة المراكشية كي قال الشيخ رحمه الله، فن الدقة فن عريق، شربوه البهج المدون على الصفا وعلى الريق. كان هذا الفن التراث ديال الدقة المراكشية اللي المنبع ديالو تيقولوا جا من مدينة تارودانت وجا لمراكش، جابوه بعد الصناع التقليديين دخل مراكش. أول حومة لعبات الدقة المراكشية هي حومة القصور. هاد الحومة اللي كانوا فيها شيوخ الآلة، شيوخ المنحوش، شيوخ الآداب، أساتذة كبار علماء، من تما انتشرت في وسط أحياء المدينة كلهم مدينة مراكش. كاين علام الزاوية، كاين سيدي بوعمر رياض العروس، كاين الموقف، كاين سبتيين، كاين بن صالح، كاين هيلانة، كاين القصبة، كاع هادو الحوام في مراكش الكبار اللي كانت تلعب الدقة في هاد الليلة ديال عاشور. وليلة عاشوراء تيبدا من فاتح محرم، والناس تيستعدوا لهذه الليلة المباركة اللي هي ليلة عاشور التاسع محرم. تيتجمعوا الشباب وتيتجمعوا الشيوخ وتيفرشوا واحد المساحة كبيرة، وتيقعدوا بعد صلاة العشاء تيبداو تينشدوا في هذاك العيط، تيجروا حتى لصلاة الصبح. الدقة المراكشية هو تاج، الكور هو دائرة، هو واحد لو سيركل. هذيك الدائرة عندها امتيازات، عندها عرف ديالها، عندها تقليد كيتسمى الرحبة في الكلام ديال المعلمين في الدقة. ما خصناش ندخلوا ليه بالصندالة ولا بالبلغة، خصنا نحترموه. هو مكان تيكون فيه الذكر، تيكون فيه إعادة اعتراف للشيوخ الدقة، إعادة اعتراف الأماكن ديال مراكش اللي بصمات التاريخ ديال هاد المدينة الحمراء. وما كاينش مراكشي اللي كيكون محاوط الكور وما تيتلفش. الفرق اللي ولا دروك الدقة ما بقاتش تعطاتها أهمية، ما لقيناش اللي يرفع من الشأن ديال هذا الفن، هذا التراث العالمي اللي الحمد لله جلنا به، ما خلينا به حتى شي دولة في أوروبا، ولكن حنا ما حاسين بيش. هذا تراث عريق
ولكن اللي بيه يهزنا ويرفع من الشأن ديالها من هاد التراث ما لقيناش. وكاين فرق كبير دابا، ولات الدري دابا الصغير يجيب دربوكه ويجيب طعريجه ويقول لك عاد الدقه المراكشيه. حنا ما عندناش الدربوكه ولا الطعريجه نقول له الدقه المراكشيه، عندنا حنا الاصاله، كاينه الدقه اصيله بالناس ديالها بالشيوخ ديالها. دروك تيجيب طعريجه ودربوكه ويبدا تيضرب ويغني ويشطح ويقول لك هذه هي الدقه المراكشيه، ماشي هذه هي الدقه المراكشيه. الروحانيه اللي كتخلينا كنبقاو حنا غاديين معاه، وهو كيطلع 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 حتى كيوصل افوس حتى كيتختم. ورا نتوما شفتوا تبارك الله كل شيء وقف وقفه وحده حتى كيوصل للاوج ديالو، يعني الذروه ديالو. وحنا بغينا باش هاد الكرامه ديال هاد الكور يعاودوا يرجعوها يشوفوها الشباب ديال هاد لا جينيراسيون، يحاولوا يفهموا كلامه، لانه انا يمكن كنقول الاغلبيه كيقول غير ايوه ايوه، ولكن الكلام الموزون المرصع الموزون بالذهب اللي كيقولوه المعلمين قليل اللي كيفهم مغزاه. بغينا نرجعوه لوليداتنا يفهموه باش يكونوا مفخره ويهضروا بفخر على الشيوخ ديال مراكش. الدقات يبداو بسم الرحمن، بسم العالي، الصلاه على سيد الزين، طه وياسين، الشفاعه يا سيد المرسلين، يا نبينا سعدية الشافع فينا، صلى الله عليك يا القرشي محمد المفضل زين الرسالة. قال الزين أنا بغيت نمشي وقت الروح هذا ما فيه مقالة، واللي فزعي ولا يعرف يدوي لله جابوا لينا لهنايا وصعب مبروكة.